حلقة النهاردة معانا مجموعة من الأخبار المحلية، آخر أخبار على الساحة الرياضية. تعالوا نتعرف سريعا على عناوين أخبار حلقتنا النهاردة من ملاعب الأبطال. الإصابات تضرب معسكر منتخب اليد. الزمالك يستعد للشمس والأهلي جاهز للجزيرة في دوري سيدات كرة اليد. ساندرا سمير ولميس الحسين يتألقان في بطولة المستقبل الدولية للتنس. الكاراتيه يشترط تطبيق الإجراءات الاحترازية في بطولات الجمهورية. عبد الرحمن إبراهيم مدير فني لمنتخب كمال الأجسام.